شعار من أجل جزائر خالية من المخدرات احتضنت جامعة قصدي مرباح بورقلة يوما تحسيسيا حول آفة المخدرات بقاعة المحاضرات الكبرى بكلية العلوم الاقتصادية، وذلك يوم الأربعاء 6 فبراير 2013. حضر اللقاء السيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية ونوابه والسيد الأمين العام للجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والدكاترة وطلبة الماجستير. نشط اليوم التحسيسي الدكتور فوزي وصديق أستاذ القانون الدستوري من جامعة قطر وهو ناشط حقوقي، والبروفيسور والكاتب بالخياط مصطفى من الهيئة الوطنية للصحة وتطوير البحث العلمي. وعليه فإن هذه الحملة انطلقت في 4 جانفي من سنة 2012 وحلت ب20 ولاية. تناول اليوم التحسيسي إشكالية المخدرات وتأثيرها الصحي والعقلي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي على الأسرة ومنه على المجتمع. الهدف من هذا اليوم هو الوقاية المبكرة من ظاهرة المخدرات التي تمس مختلف الشرائح العمرية والتي أضحت من الآفات الأكثر خطورة في عصر الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي. وتوصلت المناقشة إلى ضرورة إشراك جميع شرائح المجتمع لمحاربة آفة المخدرات في إطار المسؤولية الاجتماعية. وهذا بشهادة يعني صحفي يتكلم عن الموضوع،
باش نقولوا باللي الامور اصبحت يعني بمتناول كل الناس. واذا يعني في حين او اخر الناس ما لقاوش دراهم ربما باش يشتروا مخدرات فيستعملوا راس يستعملوا اشياء كما قال عليها اوزي الدقائق. كاين هناك ربما اشياء كثيره يستعملها المدخن. فهذه الاشياء عندها سموم وعندها جوانب سلبيه كثيره. والمخدرات بكاملها يعني باش مادام توا ماشي يعني نزلت بيولوجيا ولا طب فربما ما تدخلش في التفاصيل الناحيه الطبيه، ولكن هذه المخدرات تمس الخليه العصبيه بامتياز. لما تمس الخليه العصبيه تخليها بدون فولتاج، يعني ما عندهاش تفقد الكهرباء نتاعها يعني الحيويه نتاعها، وبالتالي تولي كانها اصيبت بشلل. والانسان يحس روحه انه فقد الاراده وراح له الاراده تاعو، ويصبح ربما الكلمه المستعمله بالعاميه هي اللي تعرف بها مصدوم، يعني مرفوض رايح بها مخدر، لانه فقد الاراده الشخص. ولكن هذا نفس الشخص اذا اصبح حاجه للمخدر ربما ما صابوش هذا يصبح عنيف، لان راح يستعمل كل الطرق باش يوصل للمخدر. وهكذا وصلنا الى بعض الجرائم التي يبدا من بعد الاجرام تكون في الوسط. هذا قتل امه، هذا قتل باباه، هذا قتل خوه، هذا قتل اخته، اللي ما عندوش تعطيلو الدراهم ولا ما خلاتوش. المشاكل هي هذه. الآن أصبح الخطر يعني داهم، ونشوف من عنف إلى ضمحلال شخصي. ولكن لازم نعرف، لأنه أنتم ناس على هذا الأمر، لأنه الآن قد في مخدرات كما في البلدان الأخرى، معليش، الآن المخدرات مرتبطة بصفة وثيقة بالشبكات الإجرامية. الإنسان وتعرف الناس اللي يروجوا المخدرات تقريبا كلهم ما يستهلكوش القدرة. فمثلث صعب اللي هو مثلث الآن الأزمة، فهناك حدود يعني مش بعيدة كثيرا، وهناك كذلك شبكات إرهابية. فإحنا نعرف أن الشبكات الإرهابية تاع الساحل عندها علاقة وطيدة مع شبكات أبيض الأموال مع شبكات المخدرات، وبالتالي كاين تلاحم بينها. فالإنسان ربما يجي باش يستعمل قبص يسيب روحو في شبكة ويخرج بلا إنسانة ولا بحكم الإعدام مع أنه كان ضحية. فهذه الأمور اللي لازم نعرفها في مخططنا للناس. كثير ناس يحسبوا أنه ما فيش يعني أشياء ما تمس إلى الآخرين. نحكي لكم واحد الشيء وقع لنا منذ أيام. أم تغسل في السروال تاع ولدها تلقى فيه مقراص في الجيب تاع البلوجين، فاندهشت وصارت كيف تدير تتكلم مع الاب ربما عنيف ربما يضرب الطفل وكذا، فما العمل؟ فتولي تحوس العام تتكلم تقول له انتهش بالضبط. وهي كانت شافت هذا في الفيلم ما كانتش عارف باللي يوم من الايام راح يكون البيت تاعها. فهذه الظواهر ربما ما لازمش نسيبها حتى توصل وتتفاجئ في بيتها. لازم احنا كذلك ناخذ ربما مسؤوليتنا ونحاول اننا نصيب حل يعني ب احتواء هذا الامر. كيف نحتوي هذا الامر؟ احنا الان نشوفوا على حسب الارقام انه تقريبا 9 على 10 من الشباب غير ربما ممسوسين من هذا الامر، ولهذا لازم نحصل عملنا هو التحسيس والوقايه بهذا 9 على 10 نحصل هذا الناس باش ما يطيحوش في فخ المخدرات. اما الواحد على 10 اللي يبقى اللي فيه المستهلكين سواء الطرفيين وهم والمزمنين اللي هما أقلية، فهذا واحد على 10 يطيح إشكالية. هل نتركوا للشرطة وللأمن باش يبعثوهم للسجن ومن بعد يولوا مهنيين يعني بروفيسيونال من بعد، لأنه مهما كان الأمر السجن اليوم أصبح مدرسة الإجرام، فإنسان يدخل من بعد يتعلم أشياء. ولهذا لازم كذلك احنا نوصلهم ونعتبرهم
الضحايا ونعينهم بمختلف الامكانيات. يعني هذه بصفه يعني مختصره الافكار اللي حبيت نقدمها لكم، ولكن ماذا بنا اذا كان ممكن نفتح باب الحوار حتى نستمع لبعض الاراء. لها عقوبات قاسيه واربعين تجاه هذه الافه، لان الافه بتاعها يعني كما تفضل الاستاذ ممكن استقرار نفسي وضياع نفسي اجتماعي ومس مقدرات الامه، لان الحين يعني حتى الحروب تطورت، ما صحتش الجيوش الكلاسيكيه دبابات تكنولوجيا. ممكن كما قال الاستاذ طوم تاع المباراه انشر في المجتمع، ثم في حروب اخرى نفسيه اعلاميه ممكن تكون متابعه في اطار الخطه الشامل، وبالتالي نجد ان بعض الدول ما تستعمل هذه كحروب ويكون احيانا اكثر نجاعه من الدماء والقتل وغيره من الوسائل الاخرى. ماذا تطبيع العقوبات المتاخذه من اي ضد من يتعاطى او من المخدرات في الواقع؟ في مثلا تجارب اخرى في بعض الدول. اما الاشكال الاخير الذي يجب ان نطرحه طلبتنا والحضور الكريم، ان الجزائر لديها 7000 كيلومتر من الحدود، والجزائر 70% من سكانها شباب، وقدراتها كبيرة يمكن أن تقلق الكثير. من هذا المنطلق أصبحنا كما قال الأستاذ فوزي صديقي وزميلي، كنا بلدا يمر علينا هذه المحطة.